بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن العناية التمريضية أثناء الولادة من التسمم الحملي. أثناء الولادة يعني تحتاج إلى الاهتمام ببضع يعني من النقاط المهمة جدا، وهي البقاء مع الأم الحامل وعدم تركها لوحدها لتجنب أي مضاعفات. أيضا قياس الضغط كل ساعة، وأيضا قياس دقات القلب الجنين كل ربع ساعة، وأيضا إعطائها الدواء المسكن حسب إرشادات الطبيب، وأيضا توفير الدعم والراحة النفسية لها أثناء تسمم الجسم أثناء الولادة. وهذه أهم الأمور التي يهتم فيها الممرض أو الطبيب. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.